النهارده مولود هيبقى عندنا يوم طويل ان شاء الله. عندنا السيريبرال بولسي، هنبدا عشان نفهم الابنورمال لازم نفهم النورمال الاول، زي ما كده ما فهمناش الكل الا لما فهمنا الحركه الكامله في الكل. في الحركه الكامله برضه مش ممكن نتكلم على باراليتيك بابل او سيريبرال بولسي من غير ما نفهم النورمال جيت بتاعتنا، وهي محاوله لفهم النورمال جيت. الحقيقه لان النورمال جيت اكثر تعقيدا مما تخيل. فلما بنتكلم عن الجيت بنقسمها زي اي حاجه في البايوميكانكس الى كاينيماتكس وباينيتكس. كاينيماتكس هي جاست ديسكريبشن اوف دي موشن اللي بتحصل، والكاينيتكس هي الدسكشن اوف فورسز بروديوسينج ذيس موشن. فهنبدا نتكلم الاول على الكاينيماتكس، هنعرف يعني ايه الجيت، الجيت كاينيماتكس والفيزز بتاعتها. الفيزز دي تقسيمه اللي احنا عاملينها عشان نقدر نشرح بيها الجيت ونفهمها، لكن هو مش ربنا منزلها متقسمه، يعني هي ربنا منزلها حاجه ايه؟ حاجه واحده احنا بنستعملها. ويعني ايه سنتر اوف جرافيتي؟ ويعني ايه ديترمنتس اوف نورمال جيت؟ ماشي؟ ايه هي الجيت؟ هي ترانسلاتي بروجريشن اوف ذا بودي برودوسد باي روتري موفمنت اوف ذا سيجمنتس اوف ذا لور لامب. يعني في روتري موفمنت بتحصل في السيجمنتس اوف ذا لور لامب، ودي بتؤدي الى ترانسليشن اوف ذا بودي اللي هي ترانسلاتي موفمنت اوف ذا بودي. البودي بيترانسليت بيتحرك، ماشي؟ دي الروتري موشن اللي بتحصل في اللور لامب. في ديفينيشن حطوا في بالك دلوقتي هنوصل له بعد كده في الكاينيتكس، بس ده اكتر ديفينيشن بيشرح الجيت من ناحيه الكاينيتكس بتاعتها، اللي هي سيمبل اكت اوف رول فورورد اند كاتشنج اور سيلف. مش هينفع نشرحها من خلال دلوقتي كده لما نبدا نتكلم في الايه؟ في الكاينيتكس. ده الديفينيشن ده الحقيقه فيري ديستراكتيف اند فيري نايس ديفينيشن. الكاينيتكس اوف جيتس، الجيت سايكل. يعني ايه جيت سايكل؟ احنا عشان نفهم الجيت دي قسمناها الاكسايتد، والسايكل دي بقى فيها فيزز عشان نقدر نشرح، عشان نقدر نفهم كل فيز ونقدر نسكرايب الخلل فين والنورمال فين. فهي عباره عن ايه؟ لما الجسم بيتحرك كل لمب مننا بتشتغل شغلتين، يعني كل لمب عندنا بتشتغل شغلتين. في مره بتبقى شايله البودي، البودي از ترانسليتنج اوفر افكتس اللمب، and then the limb is transferred forward to take another supporting function. The sequence of these two events by a single limb is called gait cycle. يعني gait cycle ان الرجل بتاعتي تبقى stanced ماشي، واللمب والبودي translated over it. بعد كده نفس اللمب اللي هي اليمين تمر مرحلة swing، يعني هي بقى اللي بتترانسليت السبيس لحد ما توصل لجراوند تاني. يبقى at least two sequences of events by one limb بتساوي هي الجيت سايكل. يعني دايما لما بنشرح جيت سايكل بنشرحها فوق سنجل ليب. عشان كده في حاجه اسمها سترايد. انا من الهيل سترايد بتاعتي بتاعت رجلي اليمين لحد ما المس الارض تاني بالهيل بنفس الليب، دي كومبليت جيت سايكل. الرجل اليمين فيها مرت بتو فيزز، ستانس فيز وسوينج فيز. ستانس فيز يعني الريك لمس الارض، وسوينج فيز الريك مش لمس الارض وبتتنقل عشان تلمس الارض ايه؟ تاني. يبقى فروم هيل سترايك، وهيل سترايك هي اسمها الكومبليت سترايك او هي كومبليت جيت سايكل. لو انا من الهيل اليمين للهيل الشمال بس دي اسمها ستيب، ماشي؟ لكن من الهيل بتاع one limb to the heel strike of the same limb يبقى دي اسمها complete strike، يعني complete gait cycle. طيب هنقسمها ازاي؟ stance phase و swing phase. يعني ايه stance phase و swing phase؟ ال stance يعني اي جزء من الفوت لامس الارض يبقى الفوت دي in stance phase. ولو الفوت completely off the ground يعني مش لامسه الارض خالص يبقى الفوت دي in swing phase. من دلوقتي لازم تعرف معلومة مهمة، عشان أمشي لازم عندي رجلي كاملة، فوت كاملة لمسة الأرض، فوت كاملة لمسة الأرض محطوطة على الأرض لازم.
الفوت دي ممكن تبقى جايه من سنجل ليج، يعني الفوت اليمين بتاعت صلاح تابعه، او كروس من الرجل وهيل من الرجل الثانيه. اوكي؟ لكن انا لازم في اي لحظه طول ما انا ماشي لازم عندي رجل كامله لابسه الارض. لو حطيت المعلومه دي في دماغك انت هتالف الفيزس مش هتتلخبط. خلاص؟ يبقى لازم طول ما انا ماشي عندي فوت كامله لمسه الارض. اون ذا جراوند. الفوت دي ممكن تبقى فروم ا سنجل ليج او توز من ليج وهيل فروم ذا كونترا لاترال ايه؟ ليج. فاحنا عندنا الستانس فيس بيمثل 60%، يعني اي جزء لابس الارض من الفوت يبقى الفوت دي ايه الستانس فيس. والسوينج فيس 40%، طب ازاي السوينج 40 والستانس 60؟ لان في مرحله بتبقى تو ليج ستانس. في مرحله اللي هي ببدل فيها بيبقى تو ليج ستانس. بنسميها دبل سبورت. يبقى في المرحلتين دول اللي هي الدبل سبورت اللي هي ببدل فيها بين اليمين والشمال والشمال واليمين، الدبل سبورت دول يبقى مره هتبقى التوز من رجل واليمين من الرجل الثانيه ومره العكس. لكن لما ابقى واقف على رجل واحده اللي هي البيور ستانس ماشي هتبقى الرجل الثانيه ايه؟ السوينج. يبقى كده تقدر تالف على طول من غير ما تفكر ان وانا بنقل رجلي اللي هي في السوينج يبقى الرجل الثانية هي كومبليتلي اون ذا جراوند، يبقى الديور ستانس اللي هي كل الفوت جاية من ناحية واحدة تساوي برضه سوينج 40%. اوكي؟ لكن عندي 20% اللي ببدل فيهم بيبقوا الاثنين فيت اون ستانس. ماشي؟ اوكي؟ اللي هي ما يسمى الدبل ليب سبورت. خلاص؟ ماشي؟ اللي هي ببدل فيه. يبقى انا عندي 40% فيز سوينج يقابلهم سنجل ليم سبورت، يعني واقف على رجل واحده اللي هي ستانس على كومبليت فوت 40% برضه. لكن في هنا لما ببدل فيه يبقى في كوز من ناحيه وهيل من ناحيه ثانيه، وهنا برضه كوز من ناحيه وهيل من ناحيه ثانيه 10% ثانيين اللي هو ببدل فيهم. ودايما افتكر ان انا عشان امشي صح لازم عندي كومبليت فوت اون ذا جراوند. الفوت دي يا اما جايه من وان ليم يا اما جايه من التو ليمز، هيل من ناحيه وتوز من الناحيه الثانيه. ماشي يا جماعه؟ الستانس فيز. الستانس فيز بيبدا بايه؟ احنا قلنا اي جزء يلمس الارض من الفوت، الفوت دي او ليم ده بقى ايه ستانس. اوكي؟ لو لمس الهيل لمس الارض بقى انستانس. فاول حاجه الانيشال كونتاكت او الهيل سترايك، اول جزء بيلمس الهيل الارض هو الهيل. وقلنا انهي برضه ده هيل؟ اللاترال بوستر لاترال بارت اوف ذا هيل زي ما قلنا كده المره اللي فاتت. يبقى الهيل سترايك دي مش انترفل، دي بوينت انستانس لحظه بلمس فيها الارض، مش انترفل مش زمن. ماشي؟ مش ديوريشن. يبقى أول حاجة هيل سترايك. أول ما أحط الهيل بتاعي على الأرض تتوقع إن الكونترا لاترال سايد عامل إيه؟ واقف على إيه؟ هتوز. إحنا قلنا لازم في فوت كاملة. يبقى وانس إنك حطيت هيل سترايك يبقى الناحية التانية مش ممكن يبقى واقف على القدم كلها. خلاص بقت إيه؟ توز من غير ما تفكر. من غير ما تفكر. ماشي؟ ما تقعدش تحفظ في تيزس ان قرايه الجيت مؤلمه، يعني بتبدا تقرا وانت متحمس هي اول صفحتين بعد كده اتفجرت كله بيبدا في بعضه. فاحنا عايزين نالفها نبقى فاهمينها. ماشي؟ لما نقراها نقدر ما عندكش مشكله فيها، كانها ستوري قصه مش قاعد تحفظ في تيزس وده وانت الدنيا ملخبطه في دماغك. من ساعة ما احط رجلي الهيل في الارض اللي هي ايه؟ الهيل سترايك، بعد كده الفوت كلها تلمس الارض اللي هي اللودنج ريسبونس. دي انترفل من الهيل سترايك للفول فوت كونتاكت، ودي تساوي 10% من الجيت سايكل زي ما اتفقنا.
طيب اول ما رجلي تلمس الارض يبقى الفوت الثانيه بدات ايه؟ اوف ذا جراوند. خلاص مش لامسه الارض. ده دام الرجل بتاعتي او الفوت بتاعتي هنا بقت فوت فلات ولمس الارض كومبليتلي، يبقى انا جسمي يقدر يقف على رجل كامله على فوت كامله، يبقى الفوت الثانيه لازم بدات السوينج فيز بتاعتي. وانا بدات هنا السنجل ليم سبورت. طيب الجزء الاولاني ده بتاع الهيل سترايك واللودنج ريسبونس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن لاندنج. انت الطياره كلها جسمك كله بيتنقل بوزنه بالمومنتم اللي فيه وبينزل على الفوت دي. ماشي؟ فدي يعني زي كده الطياره لما بتنزل لاندنج. ماشي؟ فلازم الطياره لما تنزل يبقى في مساعدين عشان يمتصوا الصدمه. فلازم الرجل دي او البودي ده ينزل على فليكسبل لم، لازم ينزل على فليكسبل فوتس شوك ابزوربنج ميكانيزم. لازم الرجل تكسر شويه وانا نازل باللودنج ريسبونس ده. ماشي؟ ده هنشوفه بعد شويه. اوكي؟ والبيريود دي اللي هي من الهيل سترايك لحد الفوت فلات دي البيريود اوف لم دبل لم سبورت. ماشي؟ وانا على الهيل يبقى الناحيه الثانيه توز، اول ما الفوت تبقى كامله الناحيه الثانيه ايه؟ خرجت دائره السوق. الميد ستانس وانس ان انا الفوت لمست الارض بعد اللودنج ريسبونس بقت الفوت كامله لمسه الارض. يبقى انا دلوقتي بدات الميد ستانس او اللي هي سنجل ليف سبورت. يبقى الناحيه الثانيه بقت في ايه؟ سوينج. خلاص انا مش محتاج جزء من الرجل الثانيه، مش محتاج جزء من الفوت الثانيه خالص، انا عندي فوت كامله واقف عليها. الفوت دي وانا عاملها كده الجسم كله بقى بيترانسليت اوفر ذيس فوت. انت عندك سبورت بيس وعليها كل البودي بيتحرك. يبقى انا هنا محتاج كذا حاجه الحقيقه. محتاج ان الفوت دي او البيز اللي انا واقف عليها تبقى ستيبل. تبقى ستيبل. وسترونج انف. وعندي كمان اقدر كنترول ترانسليشن ان اجريشن اوف ذا تيبيا اوفر ات. يعني انت اول ما بتبدا بتبقى التيبيا لورا، انت عايز تبدا تمشي والتيبيا ترانسليت واخده معاها البودي كله لقدام. ماشي؟ على ذيس ستيبل بيز اوف سبورت اللي هي الستيبل فوت. ماشي؟ يبقى دي اللي انا طالبه من البودي او الليف في الميد ستانس فيس. بعد كده بنبدا في تيرمينال ستانس اللي هو وانس ان التيبيا ما بقتش فيرتيكال وبدات تانجليت انتيريور. ماشي؟ كده دخلت في ايه؟ في اللي هو التيرمينال ستانس. في ناس كتير قوي بتطلب التيرمينال ستانس عن ميد ستانس وبتعتبره ايه؟ اللي هو سنجل ليم سبورت. سنجل ليم سبورت. ماشي؟ وانس اني انا بدا الهيل اوف دي اسمها ايه؟ بري سوينج. الهيل اوف بيبدا من هيل البري سوينج بيبدا من هيل اوف وتو اوف. وانس ان انا عملت هيل اوف بقت الناحيه الثانيه ايه؟ خلاص يبقى هيل سترايك. صح؟ وانس اني انا بدات خلاص الهيل طلع يبقى انا لازم يبقى واقف على الكلوز بس يبقى لازم الناحيه الثانيه الهيل يكمل الكومبليت فوت اون ايه؟ اون ذا جراوند. ماشي؟ يبقى انت ما انتش محتاج تحفظ وانس ان بدا يحصل هيل اوف يبقى على طول بدا يحصل الناحيه الثانيه ايه؟ هيل سترايك. والمرحله ما بين الهيل اوف تو ذا تو اوف هي نفسها المرحله بتاعت الناحيه الثانيه اللي هي فروم ذا هيل سترايك تو فوت فلاتس. ماشي؟ والمرحله اللي هي ما بين الهيل اوف تو ذا تو اوف بنسميها بري سوينج. يبقى البري سوينج ده انتربرت من الهيل اوف تو تو اوف. لكن هيل اوف وتو اوف دي ايه؟ انستنت. دي بوينت. زي الهيل سترايك. بالظبط. الهيل سترايك دي مش انتر. دي بوينت. ماشي؟ انستنت. نقطة. اوكي؟ التيرمينال ستانس والبري سوينج دول زي بتسميهم زي انلودنج بقى. انت كده بتانلود البودي وبنزق البودي زي ما عرفنا ايه؟ بعد كده.
يبقى احنا خدنا او فهمنا عشان الناس اللي لسه جايه ان انا عشان امشي لازم ابقى في دايما في اي وقت من الجيت بتاعتي في فوت كامله لمسه الارض او فوت كامله موجوده على الارض. الفوت دي ممكن تبقى من سنجل لاب او ممكن تبقى تو من ناحيه وهي من ناحيه او العكس هي من ناحيه وتو من ناحيه. وقلنا لو اي جزء من الفوت لامس الارض بسميها ايه؟ ستانس. يبقى this foot او this limb in stance. ولو الفوت is not completely touching the ground يبقى ايه؟ swing. ولو انا عندي ناحيه واحده لابسه للهيل، الهيل لامس الارض، يبقى الناحيه الثانيه ايه اللي لامس؟ توز. توز. عشان اكمل دايما فوت اون ذا جراوند. السوينج فيز، وظيفه السوينج فيز ايه؟ ان انا انقل بقى لينج فورورد تو بريبير ات فور انذر ستانس فيز. ماشي؟ يبقى انا عايز اخد الفوت دي بقى وانقلها مره ثانيه ماشي لمكان جديد بريباراتري فور انذر ستانس فيز عشان اكرر الايه؟ السايكل. فالانيشال سوينج اول ما ببدا في رجليا ورايا فهبدا اعمل سوينجنج. عشان اعمل سوينج بيحصل ديفلكشن ماشي من بدايه ده من الماكسيمم ديفلكشن ماشي دي بنسميها الانيشال سوينج. يبقى للماكسيمم ديفلكشن اسمها انيشال سوينج. بعد الانيشال سوينج هبدا ايه؟ اكستند الني. عشان اكستند الني الني هتقدر تاكستند لحد ما تبقى بارلل للكونترا لاترال تيبيا. خلاص؟ يبقى دي الميد سوينج اللي هي لحد ما توصل تبقى بارلل للكونترا لاترال تيبيا. دي مرحله اكسلريشن ولا ديسلريشن؟ اكسلريشن بني بزق ماشي. لكن وانس ان التيبيا بقت بارلل بعد كده بقى اكستند انا عايز ايه؟ اكونترول اللمبه. يبقى الترمينال سوينج هو ستيت او فيز اوف ديسيليريشن. انا رميت السناره بتاعتي اكسليريشن بس بعد كده عايز اكونترول ايه؟ اكونترول الترانسليشن بتاعها عشان مش هعمل كده لقيت رجليا بتشوف في الهواء. لا انا عايز اعمل كده واكونترول الايه؟ فدي الترمينال سوينج هو نوع من انواع الديسيليريشن. طيب احنا بنعمل كل ده ليه بقى؟ مش احنا قلنا definition of gait هي translate movement of the body ماشي second to rotary movement of the lower legs. طيب ال translate movement دي بتاعت البودي توصف انهي حته من البودي بتتحرك؟ توصف الدراع ولا الراس ماشي ولا الظهر ولا الضهر ولا الاسكابيلا توصف ايه؟ يبقى لازم لاي حاجه اي بودي في الدنيا دي سنتر اوف ماس او سنتر اوف جرافيتي. اي حاجه في الدنيا كده سهل قوي انك تطلع السنتر اوف جرافيتي لاي سيمتريك استراكشر. يعني لو جبت لي الكوره يبقى السنتر بتاع الكوره هو ده السنتر اوف جرافيتي بتاعها. لو جبت لي كيوب اقول لك السنتر اوف ذا كيوب هو سنتر اوف جرافيتي. لما تبني بقى الريجولار ستراكشر صعب قوي انك تطلع السنتر اوف ماس. بس الديفينيشن اوف سنتر اوف ماس او سنتر اوف بريشر او سنتر اوف جرافيتي ايه؟ هو ذا بوينت اوف ذا ستراكشر اراوند ويتش اول ذا فورسز ار ايكوالايزد. ماشي؟ يعني انا بقى في السنتر ده كل الفورسز اللي حواليه ايكوالايزد. في الريجولار بودي بتاعنا ده لقوه فين؟ around 5 سنتيمتر anterior to the second sacral vertebra. بس وانا واقف كده عادي ماشي. السنتر اوف جرافيتي ده بيتغير بالبوزيشن بتاعي. لو انا موطي لقدام هيطلع لقدام، لو انا رافع ايديا هيطلع لفوق ماشي، لو انا راجع بظهري لورا هيرجع لورا لان البودي بتاعي ايه؟ الريجلر. فبرضه لما بتغير شكل البودي يبقى السنتر اوف جرافيتي بيتغير ايه؟ مكان. والمهم في السنتر اوف جرافيتي ان دايما لازم يبقى واقع within the base of support. يعني احنا دلوقتي مثلا هنتخيل عندنا ترابيزه. فاهم؟ الترابيزه دي عارفين الترابيزات اللي بيبقى واقفه على عمود وبيز اوف سبورت ضيقه.
الترابيزة دي ستيبل طول ما السنتر اوف جرافيتي بتاعها او السنتر اوف ماس واقع ويذن خلاص ذا بيز اوف سبورت. لو انا رميت الترابيزة دي على جنب شوية كده والسنتر اوف جرافيتي بتاعها خرج بره البيز اوف سبورت تقع وتلوز اتس ايه؟ ستيت اوف ايكويليبريم. خلاص؟ لو انت جبت ترابيزة بقى واقفة على أربع رجلين كده وحاولت تخرج السنتر جرافيتي بتاعها بره البيز اوف سبورت صعب قوي، لازم تقلبها جامد قوي عشان تخرج السنتر جرافيتي بتاعها بره البيز اوف سبورت. يبقى كل ما كانت البيز اوف سبورت نارو كل ما بقت ديستابيلايزد بشكل اسهل، بس كان الانيشيشن اوف موفمنت بتاعها اسهل. وكل ما البيز اوف سبورت بقت اوسع كل ما كان الديستابيلايزيشن بتاعها اصعب، بس الموبيلايزيشن بتاعها او الانيشيشن اوف موبيلتي بتاعتها ايه؟ اصعب برضه. خلاص عشان كده لما حد يجي يزقك في حته عامل ايه؟ وسع البيلج ليه؟ خلاص عشان توسع البيز اوف سبورت، فهو عشان يقلبك لازم يخرجك بره اللايف بيز اوف سبورت. لكن لو انت واقف حاطط رجليك الاثنين دي وثابتين سهل قوي ان حد يزقك تقع، لان سهل قوي يخرج السنتر جرافيت بتاعك بره ايه؟ البيز اوف سبورت. سهل. ماشي؟ يبقى انا طول ما انا السنتر جرافيت بتاعي از لايف وذ ذا بيز اوف سبورت انا ستيل. يبقى طول ما احنا ماشيين لازم السنتر جرافيت بتاعي فوق البيز اوف سبورت. لو انا على تو ليكس يبقى ما بينهم، لو انا على سنجل لام يبقى انا ايه؟ لازم السنتر اوف جرافيتي على السنجل ايه؟ لام. خلاص؟ خدوا الكلام ده بس هنصححه بعد شويه. يبقى عشان امشي بطريقه كويسه وبطريقه افيشنت، واتفقنا ان البادي مش مبذر، جسمنا مش مبذر تماما، بيستعمل الحد الادنى المطلوب بدون ما احرق طاقه زياده. يبقى انا عايز اتنقل واعمل الترانسلات ريموفل من البطن اللي هوصفها ان ريليشن تو ذا سنتر اوف جرافيتي باقل اكستنشن اوف انرجي، باقل استهلاك للطاقه. فهعمل كده ازاي؟ شوفوا اكزامبل 1. انا همشي باوسيليشن قليله بس جيرك، يعني شارب انجيريت. دي تستهلك طاقه اكتر ولا نمره 2؟ بلارج اوسيليشن وشارب انجيوليشن هل يستاهل طاقة أقل؟ أقل واحد. اللي هي يبقى أنا كل ما أقلل الاوسيليشن خلاص يبقى أنا هقلل الانرجي اكسبندشر. طب أيهما أحسن؟ اثنين ولا ثلاثة؟ يعني أقل الترانسليشن بأوسيليشنز كبيرة بس شارب، ولا أوسيليشن كبيرة بس سموث؟ سموث. يبقى كل ما كان الباث واي سموث يبقى انا هستهلك طاقه اقل. طب ايهما احلى واحلى؟ اللي هو لو امبليتيود اوف اوسيليشن وكمان سموث باث واي. يبقى انا عايز عشان امشي بافيشنت جيت انا محتاج ذا مينيمم اوسيليشن ان فيرتيكال اند سايد بلان اوف السنتر اوف جرافيتي، يعني انا عايز السنتر اوف جرافيتي يتحرك باقل اوسيليشن في كل الاتجاهات في السبيس، وكمان يبقى الباث واي بتاعه سموث ما يبقاش شارب انجيوليشن ما يبقاش جيرك. هو ده اللي يديك اقل استهلاك للانرجي. ده هيتم ازاي؟ ده هيتم بحاجه اسمها Determinants of normal gates. ماشي؟ Determinants of normal gates. ازاي الجسم هيقلل الموفمنت اوف ذا سنتر اوف جرافيتي وكمان يخليها سموث ان سبيس. عندنا لاترال بيلفيك تيلت وبيلفيك روتيشن وفيسيولوجيك جينو بارلر. ثلاث حاجات دول بيقللوا لي الاوستيليشن، وحاجتين بيخلوا لي الموفمنت الاوسيليشن اللي هي الموفمنت اوف ذا سنتر اوف ماس سنتر اوف جرافيتي بتاعها. موفمنت يعني بيطلع قد ايه وبينزل قد ايه وبيترانسليت ميديا قد ايه ولاترال قد ايه. ماشي؟
وعندي حاجتين هي فليكشن اللي هي سترايك والفوت ات انت الموشن دي عشان تخلي الباث واي سموث ماشي. هنشرحهم بالتفصيل. يبقى عندي ثلاث حاجات بتقلل الاوسيليشن وعندي حاجتين بتخلي الباث واي ايه سموث. طيب ايه اعلى بوينت في السنتر اوف جرافيتي واحنا ماشيين وانا واقف على سنجل ليمب؟ دي اعلى حاجه. وايه اوطى بوينت وانا في الدبل ليمب سبورت اللي هي بنقل من هيل لتو ومن تو لهيل؟ يعني اعتبر برجل لما بتفتح البرجل لازم القمه بتاعته ايه؟ تنزل لتحت. خلاص وانا واقف على ليمب على سنجل ليمب بتبقى ذا هايست بوينت. يبقى ذا هايست بوينت هي في الميد ستانس على ليمب واحده وال lowest point في الميد في الدبل ليمب سبورت. طيب يبقى انا لو انا عايز اقلل الاوسيليشن يبقى عايز اوطي اعلى بوينت واعلي ذا lowest point عشان اقلل الاوسيليشن او الفيرتيكال اوسيليشن او الفيرتيكال موشن اوف ذا سنتر اوف جرافيتي. خلاص اعمل كده ازاي؟ وانا على سنجل ليمب سبورت احنا واضحين في الاناتومي ان الابداكتور ماسل وظيفتها ايه؟ تمنع الدروب اوف ذا كونترا لاترال هيب وانا واقف على سنجل ايه؟ ليمب. وانا واقف على سنجل ليمب فالمفروض انها تروح رافعه لي الهيب البلفس في الناحيه الثانيه عشان تمنع ان انا يحصل لي دروب واني ايه؟ هي الحقيقه ما بترفعش هي بتكنترول الدروب يعني هي بتعمل شويه كونترا لاترال دروب بس كنترول باكسنترال كونتراكشن اوف ذا ابداكتور ماسل. ايه الهدف من الدروب ده؟ الدروب ده بيبقى بحوالي 5 درجات ده بيقلل لي ذا هايست بوينت اوف ذا سنتر اوف جرافيتي ديورنج ذا ميد ستانس. ماشي؟ يبقى انا وانا واقف على سنجل ليمب في الميد ستانس دي اعلى بوينت. لما انا اعمل شويه دروب في البلبس على الكونترا لاترال سايد انا بقلل اعلى بوينت. يبقى انا كده قللت اعلى بوينت. فما تستغربش انك لما بتقرا في الجيت ويقول لك بيحصل وفي الميد ستانس بيحصل شويه بلبك دروب ده كونترا لاترال سايد كنترول. طب ليه؟ لان انت لازم تبقى عارف ليه عشان تتقبل الكلام ما تبقاش بتحفظه. اوكي ترند الانفيرج لا ترند الانفيرج لا احنا ما بنمشيش بالترند الانفيرج دي ما بيبصلش دي بصلش يعني هنا النقطه بتاعت الكنترول الخمس درجات لو الخمس درجات دول اعلى وهتقع يبقى انت عندك ويكنس في الابداكت او ما عندكش فرق يبقى هو ده الترند الانفيرج. خلاص بعد كده عندنا حاجه اسمها بينك كوتيشن. احنا ما بنمشيش زي ال 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 ما بنمشيش كده احنا بنمشي كده. خلاص البلبس بتاعنا بيروتيت ماشي. ده في حاجه اسمها بلبك روتيشن. بلبك روتيشن ده بيعمل ايه؟ لو انا عندي الطول الرجلين عندي طول ثابت ما بيتغيرش. خلاص لو انا عايز اطول الخطوه اطول الستيب هضطر افتح رجلي اكتر. لما تفتح رجليك اكتر يحصل ايه؟ دروب بالسنتر جرافيتي اكتر زي ما قلنا اللبس بتوع البرجر كل ما تفتحهم اكتر كل ما ايه؟ كل ما الطب بتاعهم ينزل لتحت اكتر. دي حاجه مختلفه كده. طب انا ازاي ازود الستيب دي خلاص وازود المسافه دي من غير ما انزل السنتر اوف جرافيتي خلاص اللي هو اعمل المثلث ده فلات كوت اديله لينف اديله لينف ماشي. يبقى انا زودت الستيب خليتها زي الناحيه الثانيه ماشي بدون ما اعمل ايه؟ رقي على طريق ان انا اديته ديستانس ما خليتوش تريانجل خليته فلات توب ترابيزويد. وهو ده اللي بيحصل ان احنا لما بنعمل روتيشن للبلفس بندي لينث للستيب من غير ما نعمل دروب اوف ذا لوست بوينت اوف ذا سنتر اوف جرافيتي في الدبل لينث سبورت. ما خدتش بالك؟
determinant of normal gait هي ال pelvic rotation. وهدف ال pelvic rotation إن أنا أمنع dropping of the lowest point of the center of gravity اللي هي بتحصل إمتى وأنا بعمل double lift. يبقى أنا أول حاجة ال pelvic drop اللي حصل إن أنا قللت أعلى point في ال mid stance. وهنا عشان أمنع إن ينزل لتحت أكثر وأنا ماشي عملت إيه pelvic rotation تبديت لينت للستيك من غير ما أعمل drop of the lowest point. تاني لو أنا عندي الليب أهي وعايز أزود الستيك ماشي أوكي فلو أنا فتحت رجلية زيادة هيحصل drop of the رجلية كلها ثابت رجلية كلها ثابت ماشي فهيحصل excessive drop of the center of إيه gravity. طب ازاي ادي نفس المسافه دي من غير ما يحصل الدروب ده باني ادي لين لاعلى بوينت الايه في الليبس يعني نفس المحطه ما بقاش تريانجل بقى ترابيزويد خلاص عن طريق البيرفكت روتيشن اللي احنا بنعمله ودي حاجه مش موجوده في الروبوتس الروبوتس دايما يمشي كده ما يعرفش يعمل البيرفكت روتيشن اللي احنا بنعمله بس مش كده بس مش كده بس مش بس البيلفيك روتيشن هو اللي بيمنع او بيقلل لي ان يحصل اكسسيف دروب اوف ذا سنتر اوف جرافيتي احنا مش ماشيين على الارض بنسحب كده لا احنا شويه على الهيل وشويه على الكوز السنجل الدبل ليمب سبورت الدبل ليمب سبورت احنا مش ماشيين بالعجله كده زي عجله كده نو احنا مش ماشيين بعجله احنا ماشيين على الهيل والتوز بالدبل ليمب سبورت الهيل والتوز دول بيعملوا ايه؟ بيدوا لك لينث اطول للور ليمب بيدوا لينث اطول للور ليمب انا بطول كمان اللور ليمب يبقى تطويل اللور ليمب وانا فاتح رجليا خلاص بيمنع اكسسيف دروب اوف ذا لوست بوينت اوف ذا سنتر اوف خلاص يبقى انا عندي في البودي ادجستمنت عشان طول ما انا ماشي اقلل قوي الاوسيليشنز وعشان كده اي حاجه تزود الاوسيليشنز دي بتستهلك طاقه كبيره جدا 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 شوفها في اي عيان ما عندوش الكاريزما دي شوفها في اي عيان عنده باراليتيك بروبلم وماشي ماشيه فيها زكه جامده تلاقي بتحصل ترانسليشن جامده قوي للسنتر اوف جرافيتي لكن وانت ماشي الكلام ده مش موجود عندك خالص وانت مش حاسس بيه ومش مدركه وتخيل ان الشخص ده قد ايه بيستهلك طاقه اكبر عشان يمشي والطاقه دي يعني جوينت اكشن فورسز عاليه يعني مصل كونتراكشنز عاليه يعني مصل فاتيك يعني جوينت جنريشن بدري كل ده ماشي ما انت بتستهلك الحاجه اكتر. ثالث حاجه في السيرولوجيك جينو باربر احنا الحاجتين اللي فاتوا نزلنا اعلى بوينت ورفعنا اوطى ايه؟ بوينت بقينا عايزين نقلل السايد تو سايد سواي السايد تو سايد سواي ازاي اقلل السايد تو سايد سواي اللي هي اني اعمل نروج للبيز اوف سبورت مش احنا قلنا طول ما انا ماشي لازم السنتر اوف جرافيتي ويذن ذا بيز اوف سبورت يبقى انا لما اقف على رجل واحده اللي هي سنجل ليج وانقل الثانيه يبقى لازم السنتر اوف ماس واقف على الفوت لو الفوت يجوا عدى عن بعض كده يبقى انا عشان امشي محتاج اعمل كده خلاص قاعد بتنقل مسافات كبيره جدا خلاص لكن اللي ربنا عامل لنا حاجه اسمها نارولينج اوف ذا بيس اوف سبورت لو بصيت هتلاقي البيلبس بتاعنا عريض خلاص ولو الرجلين نزلت من البيلبس بعرض البيلبس ده هتبقى البيز اوف سبورت بتاعتنا واسعه واسعه تدينا ستابيلتي اكتر بس تخلي الانيشيشن اوف موفمنت صعب وكمان تخلي الترانسليشن سايد تو سايد ترانسليشن اوف ذا سنتر اوف جرافيتي اعلى خلاص يبقى هتعمل ايه؟ اكسسيف ترانسليشن اكسسيف ترانسليشن يعني يساوي اكسسيف انرجي اكسبندشر واحنا مش عايزين كده عشان كده ربنا خلق لنا نكشف تأجل والفيسيولوجيك جينو بالجر هو مش جينو بالجر ولا حاجه هو ريليشن شيب ما بين ذا اكسس اوف ذا فيمر اند ذا تيبيا اللي بتخلي لك البيز اوف سبورت
مع انهم ذا سيم لبس بس نروع عن الوايدس بوينت اوف ذا بلس. خلاص فدي بتخلينا في الجزء السبورت قليله. لما الجزء السبورت قليله يبقى المسافه اللي السنتر جرافيتي محتاج يتحركها اقل. عشان كده اسوء ماشيه في التاريخ لما يبقى عندي رعايات ابدكشن كونتراكشن. لانه لازم وهو عنده ابدكشن لازم يمشي ينقل كل المسافه دي خلاص وينقل تاني عشان يحط السنتر جرافيتي على ابدكتد ليفل. لان دي وسعت البيز اوف سبورت قوي بعكس العيان اللي عنده ادكشن خلاص يمشي احسن لان البيز اوف سبورت ضيقه ما بيحتاجش يعمل ترانسليشن اقل. عشان كده تقرا في الارثروديس اوف ذا هيب الايديال بوزيشن بتاعه ايه؟ نيوترال يا ادكشن 5 ديجري يا ادكشن 5 ديجري لكن نيفر انك يبقى فيوز في ادكشن نيفر ان يبقى فيوز في ادكشن. ادكشن دي يعني خليت البيز اوف سبورت واسع قوي بما محتاج ترانسليشن كبيره قوي يبقى الكلام ده ايه؟ ما ينفعش. بس الموضوع مش كده بس، فاكر لما قلت لك لازم انك تبقى احنا ماشيين يبقى السنتر اوف جرافيتي فوق البيز اوف سبورت، الحقيقه ده ما بيحصلش. مش محتاجين ليه؟ لان احنا واحنا ماشيين نبدا نمشي خلاص عقبال ما البادي يبقى عايز يروح عشان يبقى على البيز اوف سبورت بتاعت الناحيه الثانيه بتكون الليم دي خلاص تمس في الارض وبيرجع تاني. فطول ما احنا ماشيين حقيقي السنتر اوف جرافيتي بتاعنا بيتمركح ما بين التو ليمز من غير ما يبقى اوفر ا سنجل ليم. ماشي؟ شوف حاجه فاين تيونينج محدش يتخيلها، حاجه اكتر من رائعه مش هتشوفها موجوده في طفل بادئ يتعلم المشي. خلاص بص على طفل بادئ يتعلم المشي هتلاقيه ماشي وايت بيست خلاص لسه ماشي وايت بيست هتلاقيه بيسوي كده عنده جامد قوي والسوي بتاعه جامد جدا اكتر من الكبير اللي هو ماشي وستيبل. انت ما انتش حاسس ان في لاترال سوي خالص خالص. يبقى انا بمجرد ما ببدا ان انا ابقى على سنجل لاب والسنتر اوف جرافيتي شافتد قبل ما يوصل للستانس ليم وهيبدا يرجع تكون الرجل الثانيه بدات الاستانس بتاعته وهكذا. السنتر اوف جرافيتي بتاعنا قاعد يتمرجح ما بين التو ليمز من غير ما يبقى فوق السنجل ايه فوت. كده خلصنا الثلاثه ادجستمنتس اللي بتقلل لي الفيرتيكال والسايد تو سايد سواي ذا سنتر اوف جرافيتي. اوكي بسيطه النيه. بعد كده عايزين بقى نخلي الباث واي ده سموث. عايزين نخلي الباث واي ده سموث مش جيركي مش جيركي. نعملها ازاي؟ عندك حاجه غريبه جدا بتحصل في الجيت سايكل. احنا بدايه السايكل بتاعتنا النيه فولي اكستندد والميد ستانس النيه فولي اكستندد. يعني في الميد ستانس هنا النيه فولي اكستندد وهنا بقين فولي اكستند. ليه مي يحصل فيها الفليكشن ده؟ ليه وانا بدات طب ليه ما نقلهاش من فولي اكستنشن لفولي اكستنشن على طول؟ ليه بعمل فولي اكستنشن وبعد كده شويه مي فليكشن وبعد كده فولي اكستنشن تاني؟ خلاص ليه ده بيحصل؟ ده عشان اسموث البطاطس شويه. خلاص ده عشان اعمل شوك ابزوربشن لللاندنج اللي حاصل ده. خلاص ماشي. فالني فلكشن ده لازم تفهمه كده لان هو مش حاصل عشوائي. والني فلكشن ده احنا هنا الني بتبقى لوكت وهنا بتبقى لوكت يبقى في النص لازم اعمل اب لوكينج للني. ماشي. وده ليه علاقه بالالم قلناها المره اللي فاتت وهنكررها ايه؟ النهارده. يبقى عشان اسموث الباث واي ده من ذا لوست بوينت تو ذا هايست بوينت ما طلعوش مره واحده يبقى لازم ايه؟ اعمل انلوكينج للني واعمل شويه فليكشن للني خلاص وانا ماشي. يبقى الني مع الفوت والانكل هتعمل لنا السموثنج اوف الباث واي. هنتكلم دلوقتي ازاي الفوت هتعمل ذيس سموث باث واي. مين حد ما كانش حاضر السموث
الاسبوع قبل اللي فات الفوت بتاع الكاس كلكم تحضير فوت بتاع الكاس الاسبوع اللي فات خلاص ده كده اهي كويس هنتكلم عليها بسرعه بس الاعاده مش مضره يعني الاكل الفوت انتر اكشن قلنا الفوت والاكل بنتحرك على سايت على سيركل على هاف سيركل مش بنتحرك على بوينت الهاف سيركل دي بتخلينا الموفمنت هنا الارك بتاعها او الراديوس بتاعها او السنتر اوف روتيشن بتاعها مش على الارض خلاص بيلو ذا جراوند ماشي فلما يبقى بيلو ذا جراوند ده بيديني فيرتشوال لينثنج اوف ذا لور ليمب فلما يطول لي اللور ليمب يبقى يطول لي الراديوس اللي انا بلف حواليه ولما يكون الراديوس بنفس الانجل يزود لي الترانسليشن او الار بتاع قطعه البيتزا زي ما قلنا وبس مش كده بس كمان الارك ده يبقى سموث زي ما تاخد كده نفس الانجل في دايرتين دايره صغيره تلاقيها كيرف قوي وشورتس القطع اللي ما بين التو لين فول كل ما زادت الدايره والجريد بتاعها زاد كل ما بقى الارك سموث اكتر وكمان ايه اطول فيبقى الفوت لانها مش نقطة ومش مجرد نقطة اللي بيتحرك عليها لا دي سيركل اللي بيلف بيدور عليها السيركل دي ليها سنتر السنتر ده بيبقى تحت الارض والسنتر ده بيخليني الف حوالين راديوس اطول فبيخلي الكيرف سموث وكمان ايه؟ لونجر بتدي لينث للترانسليشن في ذا سيم انجل فهي دي الفيرشوال الافكتف والفيرشوال ليمب او دي لور ليمب. وقلنا الفوت ازاي بتعمل كده؟ الفوت لازم تبقى في الجير تبقى فليكسبل ولازم تبقى ريجيد. فليكسبل وانا بعمل لاندنج وبعمل هيل سترايك وبعمل سنجل ليمب سبورت وادابت تو ذا جراوند. لكنها ريجيد لما ببدا اعمل تون اوف عشان تزق كل البودي ويت. وقلنا ان الفوت فيها كذا جوينت في الانكل جوينت وال تيلو نافيكولا مع الكالكينيوم ديفاي دول الميتارسال جوينت وعندنا كمان المهم قوي هو السب تيلر جوينت. والموفمنت اوف ذا انا كل ده بعيد من المره اللي فاتت خلاص بس الاعاده فيها ايه تاني. وقلنا ان الانكل ما بيتحركش كده كهنج لا في اوبليكتي في الموفمنت ولما بعمل بلانتر فليكشن لازم اعمل شويه ابدكشن وانفرشن ولما بعمل دورس فليكشن غصب عني هعمل ايميرشن وابدكشن اوف ذا فوت. والسب تيلر جوينت ده معجزه من عند ربنا ده ليه في الهانج وقلنا ان الموفمنت بتاع السب تيلر جوينت دي عباره عن انفرشن و ايفرشن وان ده وفي عندنا الميد تارسال جوينت وهو ده اللي بيحكم الفلكسبيليتي اوف ذا فوت. الميد تارسال جوينت بيتحرك في كل الاتجاهات زي سيبت ابدكشن ورودشن وادكشن وابدكشن. ولو الميد تارسال جوينت ده لوك بقت الفوت ريجن ولو ان لوك بقت الفوت ايه فلكسبل. فقلنا ان الموفمنت اوف ذا فوت الانكل دورسي وكانتر فلكشن والترانسفيرس بلان اللي هي الابدكشن والابدكشن اوف ذا فور فوت على الليفل بتاع الميد تارسال جوينت والهيل ايفرشن وانفرشن على الليفل بتاع السب تيلر جوينت. بس قلنا ان ولا جوينت من دول بيتحرك لوحده وان عندنا جلوبال تراي بلان موفمنت اللي هي سوباينيشن وبروميشن والسوباينيشن ان الفوت السول از فيسنج انورد والبروميشن ان الفوت از فيسنج اوتورد وان الحركه دي هي كومبايند موشن يعني عشان اعمل سوباينيشن لازم الانكل يبقى بلانتر فليكشن والهيل ان فيرس والفور فوت ان ادكشن خلاص وعشان اعمل سوبر برونيشن للفوت يبقى لازم الانكل الدورس فليكشن وال الساب تيلر انفارتس والفور فوت ان ادكشن خلاص. وقلنا ازاي الموفمنت دي بتتحرك مع بعض؟ قلنا الصوره دي اهم حاجه في الدنيا.
تاني عشان اخلي الصف يبقى الفيكتورز كانت موبايل يبقى لازم الاكسس اوف موشن بتاع الترونافيكتور والكالكينيز والبورد يبقى قريب من بعض. وده بيحصل امتى؟ لما الهيل يبقى فالجس. يبقى عشان يبقى عندي فليكسبل فوت لازم الهيل يبقى فالجس. واول ما الهيل يدخل في بيس يبقى الميد تارسال جوينت بقى ايه؟ لوكس ما بيتحركش. بقت الفوت ايه؟ ريجيد. يبقى اي حاجه تعمل لي فالجس تخلي لي الفوت فليكسبل. اي حاجه تعمل لي بيس تخلي لي الفوت ايه؟ ريجيد. والكي بتاع الفيرس والبلبس هو الايه؟ السب تيلر جوينت. السب تيلر جوينت ايه اللي يتحكم في حركته ويكونترول حركته؟ خلاص؟ يا اما الحركه بتاعت الفوت يا اما الروتيشن اوف التيبيا. ماشي؟ لو انا خدت الفوت في ادكشن الفوت في ادكشن تاخد لي معانا على طول الميتال السب تيلر جوينت في ايه؟ في فيرس. ماشي؟ وتعمل لي في التيبيا ايه؟ ستيلر روتيشن. ولو خدتها في ابدكشن تاخد لي الهيل في ايه؟ وتعمل لي في التيبيا ايه؟ بس في محاضره الاسبوع اللي فات. خلاص؟ وقلنا ان الفيرتول بتتحرك السب تيلر لان الفوت كلها بتشتغل في حاجه اسمها استابلم ليكس. كل الروتيشن بيتم حوالين التيلس الهيد اوف تيلس. بس احنا في الهيب جوينت اللي بيتحرك هو الهيد على الاستابلم. هنا الفوت الاستابلم هو اللي بيتحرك على ايه؟ السب تيلر جوينت قلنا ده ميتر هانج عباره عن علاقه ما بين تو لينس وهو اوبليك اكسس. فالروتيشن في وان لين بيدي اوبوزيت روتيشن اوف ذا اذر ايه لين. يعني تلف روتيشن تلاقي الفورسول دخلت في ايه؟ اوبروميشن. تلف التيبيا الاكسترنال روتيشن دي رايت تيبيا الاكسترنال روتيشن تلاقي الفوت دخلت في ايه؟ في سوبرنيشن. يبقى دلوقتي اقدر اتحكم في الحركه بتاع السب تيلر جوينت يا اما بالفور فوت يا اما بالتيبيا ايه؟ روتيشن. لو انتوا قاعدين كلكم لو اي حد منكم عمل ثبت الفوت في الارض وعمل اكسترنال روتيشن هيلاقي الفوت بتاعته بتروح في الروتيشن. ولو عمل الاكسترنال روتيشن هيلاقي الفوت بتاعته بتروح في السوبرنيشن. دي غصب عنك جيومتريكال موفمنت اوبليجاتوري موفمنت. هي الجيومتري بتاع الجوينتس كده مش بمزاجك ما تقدرش تحرك السب تيلر لوحده والفور فوت ثابته لوحدها. لا لازم ياخد معاها الفور فوت. ما تقدرش تعمل روتيشن في التيبيا والفوت تبقى مش ما ينفعش لان الفوت ثابته على الارض. وقلنا عشان نوصف الفوت موفمنت عندنا حاجه اسمها حاجتين. حاجه اسمها اوبن تشين كاينماتكس وكلوز تشين كاينماتكس. اوبن تشين يعني الفوت في الهواء على الحرب يعني في السوينج فيز. لكن الكلوز شيب اللي هي انا على الارض وواقف على الارض وبالتالي الفيكس بوينت هنا ايه؟ الفوت. والموبايل بوينت هي التيبيا والبوبي. فالاوريجن هي الانسيرشن والانسيرشن هيبقى في الاوبن شيب او كاينماتيك شيب اللي هو الاناتومي اللي احنا عارفينه دورس فليكشن وبلاستر فليكشن والانفيرشن لازم هيبقى معاه برونيشن والبلاستر فليكشن هيبقى معاه ايه؟ سوبرنيشن. لكن واحنا واقفين على الارض اول ما اعمل انترنال روتيشن الفوت هتكونيت والارش هيتفلاتن واول ما اعمل اكسترنال روتيشن الفوت هتسوبرنيت والارش يعني. الولد ده عنده هيريتري سنسوري موتور نيورون وهو واقف على الارض شايف الهيل في ايه؟ في فيرس. انا ماسك رجلين فوق وبعمل فيها انترنال روتيشن. شوف لما بعمل انترنال روتيشن ايه اللي بيحصل؟ شايف؟ الهيل بيتصلح والفوت بتتصلح. خلاص؟ ماشي. بمجرد ما بعمل انترنال روتيشن هتلاقي على طول الفوت الفيرس اللي فيها تصلح لان الديفورمز اللي عنده فليكسبل. خلاص؟ وعشان كده قلنا مفيش حاجة اسمها انك انت عندك كيبو فيرس فوت عشان في دروب في الفيرست لاين. طب ما انت واقف على الارض ليه الجراوند رياكشن فورس ما بيزقش الدروب في الفيرست لاين ده بيصلح الكيبو فيرس؟ لان المشكلة في البالانس بتاعت الروتيشن فالتيبيا اكستندر روتيت
ومجرد ما مسكت الايد وصلحتها وعملت انتر روتيشن التيبو بيرس فوق دفع خلاص. يبقى واحنا واقفين على سنجل ستانس او واقفين احنا محتاجين الفوت تبقى فليكس تو ابزورب شوك وكمان تو ادابت تو ذا جراوند. واول ما نقف تيب توينج او في البري سوينج احنا عايزين نفوت ريجيد كولر عشان نشيل البودي كله ونزقه لقدام وترميه لقدام خلاص. مش هنكرر الكلام كتير بقى بس الفوت لازم تبقى ريجيد ولازم تبقى فليكسبل ولازم تبقى قادره انها تعمل الوظيفتين دول مع بعض. عشان كده قلنا مش المهم خالص ان يبقى وانا واقف عندي فلات فوت ماشي. المهم ان الفلات فوت تقدر تتحول الى ريجيد كولر عشان تؤدي الوظيفتين بتاع القدم انها وهي واقفه فلات انها فليكسبل ومفيدني تقدر ترمي كولر وتقدر تبقى ريجيد كولر عشان تؤدي الوظيفه بتاعتها الثانيه اللي هي to push and to propel the body. يبقى احنا في الستانس فيز عندنا هيل سترايك. الهيل سترايك دي انا عايز الفوت فيها ايه؟ فليكس. يبقى عايز الهيل ايه؟ انفلس. يبقى لازم اول لاندنج ليا هيبقى انفلس. وفي الميد ستانس انفلس عايزها تؤداش في الجراوند. واول ما اعمل بقى هنا ري سوينج عايزها تبقى ريجيدس وتبقى ريجيد كولر. يبقى هنا تيبيا رونيتد ولا انترنال روتيتد ولا اكسترنال روتيتد؟ انترنال روتيتد. وهنا هتبقى نيوتر وهنا هتبقى ايه؟ تبقى اكسترنال روتيتد. طب ولما بعمل هيل سترايك واعمل انترنال روتيشن في التيبيا هعمل ايه في النيه؟ الانترنال روتيشن اوف ذا تيبيا يعمل ايه؟ انلوكينج للنيه عشان يخدمني في الايه؟ النيه فليكشن. مش احنا قلنا اول ما اعمل هيل سترايك هبدا اعمل نيه فليكشن. عشان اعمل نيه فليكشن يبقى لازم انلوك النيه. عشان انلوك النيه لازم تحصل انترنال روتيشن. الانترنال روتيشن بتاع التيبيا ده هيخدمني للانلوكينج ولازم يحصل ان النيه ان ستارتس. وعشان كده اول نقطه بتلمس الارض هي الفوستور لاترال اسكن تو فورس ذا فوت انتو برونيشن وبلبس وبلبس. عشان اول ما الهيل هنا يلمس ويدخل في بلبس يروح عامل على طول ايه في التيبيا؟ الانتر روتيشن عشان تبدا تعلق النيل. لكن وانا بعمل تو اوف هنا النيل لازم يبقى في ايه؟ ريفيرس. ماشي؟ اوكي؟ شايفين هنا؟ اول نقطه عشان دي اكتر نقطه بتتاكل في الجسم البوسترولاترال اسبكت اللي بتقول لك انك فعلا بتعمل لاندنج على الارض بالبوسترولاترال اسبكت اوف دي هيل. معاها على طول يحصل انترنال روتيشن للتيبيا. هنا واحنا بنعمل توقف لازم يبقى في فيرس اوف ذا هيل عشان الفوت دي هتشيل البودي كله وتزقه لقدام. لازم تبقى ريجيد كولر. لو انا ماشي عليها وهي فليكسبل الميد تارسال جوينت بتاعي هيحصل عليه اكسس سترين يتكسر يتقطع ما يشيلش البودي بيه وهي ان بلس. لان احنا زي ما اتفقنا عايزين نستهلك اقل قدر من الانرجي هنمشي عندنا حاجه اسمها ميد تارسال ميد تارسال بريك. ان الطول بتاع الميد تارسال ازاي بعض ده بيعمل لنا ايه؟ ان وانا عامل تو اوف شايف انا واقف على الهيدس والميتاتارسل وهما مش بطول بعض فده بيخلي على طول وانا واقف يحصل ادكشن اوف الفور فوت. لما يحصل ادكشن اوف الفور فوت غصب عني الساب كير يدخل في ايه؟ في بيرس فيبقى عامل لي لوكينج ليه؟ للفوت. فكل دي بس في ميكانيزمز ربنا خالقها عشان ما نحتاجش نستهلك طاقه واحنا ماشيين وبالتالي تبقى وظيفه المصل just the fine tuning of and utilization of this passive mechanisms. اوكي؟ يبقى اخر حاجه لو انتوا خدتوا بالكم قلنا ان اللوك فوت بتبقى الارتفاع بتاعها عالي لكن الفلكسبل فوت بتبقى الارتفاع بتاعها قليل وهي دي نفس نظريه شغل المساعد بتاع العربيه. لما يقابله الطبق المساعد يقصر وبعد كده يفضل جراد. هو
برضه نفس الطريقه ان احنا واحنا بنعمل لاندنج عايزين الفول تبقى شوك مسيره وكمان نعمل نيه فليكشن عشان نأبسورب الشوك وبعد كده نتورط تاني ويحصل ريكتين بس ويركس والاكستنشن اوف ذا نيه يبقى الفوت وهي فليكس فوت بتبقى شوك عشان تأبسورب ايه الشوك يبقى ذا ترمنس اوف نورمال جيت اوكي عندنا كذا حاجه تقلل اعلى بوينت اللي هي لاترال بيلفيك تنس وحاجه تعليلي اعلى بوينت اللي هي البيلفيك روتيشن ومعاها ان انا بلمس الارض في الدبل هيب سبورت كتير وتوز فدول بيطولوا الهيبس لكن هم مش قصيرين وعشان اقلل السايد تو سايد سواي اوف ذا سنتر اوف جرافيتي بعمل ناولنج اوف ذا بيسل سبورت ده بنحققه بالنورمال جينو بارجا او النورمال الاعاينت بتاع اللور ليمب دي ثلاث حاجات بتخلينا نقلل السوي او الحركه بتاعت السنتر اوف جرافيتي لكن عندنا بقى النيو فاكشن والني اند اكتف انتراكشن دول بيخلوني الباث واي اوف ذا سنتر اوف جرافيتي سموث اوكي دي كده الكاينماتكس اوف جيت اي سؤال؟